أهلا وسهلا بكم متابعي قناة أعرف. القطط حيوانات مهمة للغاية حتى وإن بدت كسولة ولا تفعل شيئا، وللتأكيد على أنها مهمة إليكم هذا الافتراض. ماذا يحدث لو ماتت كل القطط فجأة؟ القطط حيوانات مفترسة كما تعلمون، ومربي القطط غالبا ما جاءتهم قططهم بهدايا حيوانات ميتة على باب المنزل وخاصة القوارض. فالحقيقة تصل إلى أن أعداد الثدييات التي تقتلها القطط إلى 20 مليون في العام الواحد. فتخيل إذا ماتت كل القطط، فإن أعداد هذه الثدييات سترتفع بشدة، ولكن كيف يؤثر هذا على البشر؟ حسناً، لنلقي نظرة على جزيرة مكاري في عام 2000، تم القضاء على جميع القطط في الجزيرة، مما أدى إلى زيادة في أعداد الأرانب بشكل جذري، وتسبب في خسائر فادحة وغير شكل الجزيرة، مما كلف البشر 24 مليون دولار لإصلاح هذا الدمار. هل هذا فقط ما سيحدث؟ لنكمل. بالنسبة للفئران، ففي الجزر التي تم القضاء فيها على القطط لحماية الطيور، زادت فيها أعداد الفئران، وأصبحت هي من تشكل خطراً على الطيور. ولكن ماذا عن قطط المنزل الأليفة، التي غالباً لا تشارك في عملية الصيد هذه بشكل كبير؟ بيّنت إحدى الدراسات أن الذين يملكون القطط أقل عرضة للنوبات القلبية بنسبة 30%، على عكس الذين لا يملكون القطط، وينطبق نفس الشيء على تربية الكلاب. على أي حال، فإن تربية قطة تساعد على التخلص من الضغط العصبي والتوتر ويقلل النوبات القلبية. ما أود أن أقوله أن القطط حيوانات رائعة تحافظ على البيئة وتبث البهجة في بيوتنا. إذا كنت من محبي القطط، يمكنك مشاهدة فيديوهاتنا هذه عن القطط، وأخبرنا في التعليقات ماذا تحب أكثر، تربية القطط أم الكلاب؟ إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك والاشتراك بقنواتنا حتى يصلك كل جديد. أعرف، متعة المعرفة والترفيه.